السلام عليكم. النصيحة اللي عايز اقولها، دايما حط الآية ديت قدام عينيك، كل يوم هو في شأن. يعني الفقير ممكن يصبح بكرة غني، ربنا يكرمه يكون غني. المريض يصبح بكرة ان شاء الله سليم. كل يوم هو في شأن. يعني ما تستسلمش خالص، وخلي عندك طموح كبير جدا وتفاؤل وثقة بالله. كل يوم هو في شأن. لو انت مديون النهاردة، ان شاء الله ربنا هيسد دينك بكرة. فاستبشروا خير ان شاء الله، واصبروا واشتغلوا، عشان ان الله مع الصابرين. علي جمال، تركيا. مع السلامة.